الأرض يلعب. والجمهور ما يعني يبدو انه ما عاد يشكلون فرق كبير في مباريات الدوري. زين، بحسب تقرير الزملاء نشوفه وبعدين نجي نفند هذا الكلام. حين كانت عبارة في أرضه وبين جماهيره صالحة للاستخدام وسارية المفعول في مواسم سابقة، عندما يستضيف فريق فريقاً آخر فتلعب هذه العوامل دوراً في تفوق صاحب الأرض وكسبه للنقاط الثلاث أمام ضيفه، فإنه على ما يبدو لم تعد هذه العبارة كذلك في هذا الموسم. 105 مباريات لعبت في دوري زين السعودي حتى اليوم، وبغض النظر عن حالات التعادل فقد فاز المضيف بإحدى 41 مباراة، فيما حقق الضيوف 38 حالة فوز في أرض مضيفهم، مؤشر يعطي بعض الدلالات على انحسار تأثير هذين العاملين الأرض والجمهور. فبغض النظر عن الأرض التي ما عادت تخدم سوى من يؤدي جيدا فوقها، إلا أن الجمهور اليوم أصبح لغزا محيرا، إما لقلة عدده أو لعدم فعاليته في التشجيع، مما يؤدي لانعكاس حضوره سلبا على أفراد فريقه. رأي آخر يعزز أن سقف طموحات الضيف وطعم النقاط الثلاث خارج القواعد إلى جانب التواكل من المضيف هي أسباب أخرى لعدم فعالية الأرض والجمهور في هذا الموسم. فهل نحن نقترب حقا من أن تصبح عبارة على أرضه وبين جماهيره إرثا قديما لا يعبأ به في دوري زين السعودي؟ لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. مالي يتكلم عن سلمان قريني يدفع، يقول ليش ما يدفع النادي؟ يقول سلمان قريني اذكر انه اعلن دفع 10,000 من جيبه لانه يشعر بالقهر انه عقوبته مش حقيقيه، ومع ذلك خسر ال 10,000 وخسر من الظهر. لا، هي مشكله يا تركي ايضا انه مثل انا الان محتاج عندي حقوق متاخره، وبالتالي على اساس انه يعني اروح ارفع للنادي للاتحاد السعودي استاسد، يعني في استفسار هل بالامكان اني انا اشارك حتى الرد من لجنه الاستئناف؟ فقال لي ابو احمد انه لابد تدفع مبلغ على اساس، فقلت مشكله عندنا اصبحت الامور كلها ماديه، هذه تبغى اشكاليه كبيره جدا. لا، اشترط في الاستئناف عشان مش اي واحد استأنف، ما يستأنف الا انه واثق من على طول، بس هذه شرط نظامي. لكن كنت تكلمت ايش عن الجمهور؟ الجمهور عاد حبايبنا هم هم. لا، هي تكلم عن الجوانب دائما، عوامل الارض والجمهور. أنا أعتقد يفترض أنها تمثل عامل إيجابي للتواجد بمثالية من خلال المستقبل والقادم في المباريات. إلا أن المشكلة الموجودة عندنا أنه حتى أنك يعني تجيب نقطة أخرى، أنه فوزك في مباراة أيضا المشكلة مفترض أنه يمثل لك أيضا إضافة عامل إيجابي، وهذا مظهر في التقرير، أنه بالعكس ينعكس عليك سلبا، فبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا في حضور الأندية يعني بشكل عام، وأيضا في انخفاض في القيمة الفنية بشكل عام كذلك. أنا أعتقد أنه هناك إشكاليات كبيرة يفترض أن يكون لها حلول، وأعتقد يفترض اتحاد القدم نجد أن يتدخل حتى يكون المخرج موافق لتطلعات الجمهور السعودي ليرى المنتخب كما كان في السابق وأفضل من ذلك. أبو أحمد، والله شوف الجمهور إحنا يمكن تكلمنا كثير عنه ونقول أنه دائما يجب أن يحفز على الحضور ولكنه ينفر، هذه كلمة يعني رددناها كثيرا، وما زال الحال كما هو، لم يتغير شيء للأسف الشديد. نتمنى أنه بالفعل تكون فيه إيجابيات أكثر، نتمنى أنه لما يروح المشجع نسمع يتكلم في التلفزيون يقول والله اليوم أنا مبسوط وجدت اللي أبغاه وجدت ما كنت أنشده، بدل من أنه يقول يعني أنا أذكر مثلا واحد من أصدقائي يقول أخذت معي أولادي أعمارهم 10 و8 سنوات تقريبا، يقول رحت وفرحتهم، المرة الثانية قلت لهم بنروح الملعب، قالوا لا ما احنا رايحين بابا نشوفه في التلفزيون، يقول قلت ليش؟ قال يا بابا لا في كذا، قلت ليش؟ خلنا جالسين هنا نشرب معك الشاي والقهوة ونتفرج أحسن، والله هذا أحد الزملاء اللي يعني من الأصدقاء المقربين، وقص عليها طبعا نماذج كثيرة، احنا شفنا مشاهد كثيرة في القنوات من آخرها قناة الرياضية، لكن أقول على فكرة ترى قناة الرياضية أنا شخصيا رأي شخصي انه زادت ايضا في مسببات العزوف او نقصان الجمهور.
لأنها تدخل كل البيوت. بينما في السابق بعض الأحيان أقول أيهم أفضل لي، أنه أولادي يروحون المقهى واللي يروح الملعب، وأنا بدفع في الأخير. الولد أنا متأكد، الأولاد أو الشباب أنا متأكد أنه يبغى الملعب أفضل من المقهى، لأنه ربما يجد أيضا في المقهى أسوأ مما يجده في بعض المقاهي، طبعا لا عم أسوأ مما يجده في الملعب. صحيح. الآن طبعا موجود القناة الرياضية، أنا أعتقد أنه وجودها في كل البيوت، حتى بعض القرى اللي كان موجود فيها بعضهم يجي من خارج المدينة. وعموما اللي نتمناه أنه اتحاد القدم وهيئة المحترفين ومدراء الملاعب يزيد فيها كثيرا، ينتبهوا لكثير من السلبيات التي تضر الحضور الجماهيري. طيب أنا أحترم وجهة نظركم كلها يعني بصراحة، وتركتكم تكلمون على راحتكم أوكي، وما قلت شيء. أنت مبسوط يا شايف؟ إيه لا أنا بقول لكم شيء، إجابتك وطبعا كلامك صحيح، أنت فيما تتحدث فيه عن العزوف الجماهيري، وأيضا كلام محمد صحيح. أنا عارف فيما يخص العزوف الجماهيري، بس ترى ما كان هذا موضوع تقريرنا اللي أنتم ما سمعته. أنت ما سألتنا. أنت التقرير طالع مدة دقيقة ونص كلها تساؤلات ما سمعته، ودائما إحنا نقول للضيوف اسمعوا شوت واسمعوا التقرير عشان تعطونا رأيكم، بس طبعا يعني ما حلو يعني وش نسوي اللجان؟ ما يقولوا كذا بالعامية يعني عارف على طول بسرعة، كان التعليق جاهز. الأول مرة تركي يصير مذيعين وضيف واحد. واسمع أنا يعني عارف، وتكلم بالعزوف الجماهير والبيئة الملاعب وأبو أحمد بيئة الملعب، وتقرير اللي كان عندنا توي يتكلم عن إنه الأرض والجمهور معدهم من العوامل اللي كانت من أول سابقا ينظر لها على أنها تساعد الفرق على التفوق والانتصار. بس ضيوفنا كانوا يتكلمون في موضوع ثاني وقت التقرير. التقرير أفضل من كلامنا. كلامي أنا، على كلامي أنا. فاصل قصير بعد نعود للجزء الأخير من الحلقة.